ديته والنصيحة واحد. النبي قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. ديته تمين الداري في صحيح المسلم وغيره دينته والنصيحة. حديثك صحيحين كجرير بن عبد الله هنا وحولي النبي وحان كلب يحتمي أما النبي صلى الله عليه وسلم أبلن كلق علي على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. إن الصلاة توسيو الزكاة نبحيو ريبو روح كستو مسلم أنا أنصحيه نصيحة مرك وحوي وأرمها وين الدين تاني كمتها قضوا كلا بعد أصل أهان نصيحة إن سقر صندت كلوجو قد بيو أي أصلها لأن مهمة دل جرباي إن الروح انتفاع صدوره وكقري الإمام ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله كتاب كيساء الفرق بين النصيحة والتعيير يعني ما حاول لحي عبين تأيه نصيحة مركا أصل كو إن لو قريواه ساس تراتي يتبع النبي صلى الله عليه وسلم وحابض نيت مركو خلط دعي كدق يوم إنو يلاهدو ما بال أقوام أما ما بال رجال ضد حال كود محوية هي سيدا إيا سيدا سمي صغن وقع عابد سيدا سو أبضنا النبي صلى الله عليه وسلم سيدا سيدا أصل كاوه لكن أصل كا إساقا وحابنان مر واجب يسا مر مستحب نقول يسا إن لقبحه مصلحة درادين وروحي لما قعابه خلت كيسا نسيمه قتل وشيمه ويبنان تهي قار أهان مركا الروح يهي مجاهر بالمعصية مركو الدنبي قبنانك أولا صبح داعية هاي وضدك وحمانت أغييري فسادك وكشقيني وسنقرسنيني مركا سوك لهلا قرقرية ما تشيرتو وإن أشا لغا نفتو قوغا لغا نفتو سي أمد دين تيد اللو بدباديه مصلحة دي إساقة مركا هلا إلالية أهدو حاكويناتي مصلحة دين تأمد هلا إلالية فسادك سنة ضدك هلا قبط أي مركا كويناتي أرين تاسينا الدليل ليلة هاي نبي قيلنا صلى الله عليه وسلم من مركا قاركو ضدك ومقا عابي شري خصوص بنا قصوره حكم إذا حديث كبخاري مسلم كويمد نبى النبي إذا ويتيس صلى الله عليه وسلم إنه قصوا قالوا مركو النبي وأركي صلى الله عليه وسلم وحي لي بيس أخو العشيرة ها بيس أخو العشيرة يعني عشيرة ذا ولا الكذب باص لهذا سو قوة النبي صلى الله عليه وسلم قصدي أو بين أبورتك أي النبي قصة ما ينقولي النبي يحاسك سعائشنا وكي النبي مركو منبر كفولي صلى الله عليه وسلم يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي مؤمنين ويا إيقعذر دارا نن دبكي سوء إهل كيجي رير كيجي قاري يا لغو ذي نقاس وعبد الله بن أبي بن صلول منبر بو نبي كله يا إيقعبت صلوات ربي وسلام عليه مركا يعني مرول بماها مركي روح وفساد وضو وفتن وضو وداعي إلى بدعة هاي أما داعي إلى فسق هاي أما مجاهر بالمعاصي هاي أما منكرات كأوبنان كدكتو سي أمد دين تيد الله إلى ليه وإن فرط اللغو في قواه أريكا سي وإذن كأخر استي رياض صالحين ك رياض صالحين كإمام النووي عليه رحمة الله مركو كهل الله يو كتابك وغيبة حنت يضدك عيبتي صول الشيقة مركو كهل الله هل يقول لك حالها وكسر ربي وأي بنان تهي روحة إن لشيغو حيبتي سولة مقعابو وحالها أفراد خاصة أولية تحذير المسلمين من الشر ونصيحته مركا عيبها الروحة لشيغي كرو وسيقوري اللو شيغي كرو اللحمان كروحة كمدا مركا أرنتا أي كتشيرتو إن مسلمين تلوغي دي شركيسة لون النصيحيني وشيو مركا سو شيغي دورة ومثالو كياني وحا كمدا ضدك مرخات يضع هي ضدك الدين تورينية إن للجرحيو هذه أرنتو مصلحة كانت وحكم إذا مرت الروح الله ردونا إن الله حد يضع أيها اللي قالت تشضيه اللي قيل ورينك إن الله حد يضع ربا أما معاملة أن نحمر ربته بل إيش بحيات كأكتح إن القري سماء وإن ترى هذا وأتوك خيرك عرب سماء وإن العدد يسوء وحكم إذا سو ودي قوة دي قوة دي بقى وحوله هاي الإمام النووي عليه رحمة الله وحكم إذا حال ذها
عيبتي سل شيء كرو سجوني الله مرعابي كرو أن يكون مجاهرا بفسقه أو بدعته كالمجاهر بشرب الخمر ومصادرة الناس وأخذ المكس وجباية الأموال ظلما وتولي الأمور الباطلة فيجوز ذكره بما يجاهر به ويحرم ذكره بغيره من العيوب إلا أن يكون لجوازه سبب آخر مما ذكرنا. وحكم إذا حالتها إيقا إنه الروح وفسقه يحمانته فسادك لجهره فنانك صوريكتو أما بدعاء بنانك صوريكتو لجهره سيد الروح بنانك ولا صوبحوك أن خمرات عبتاك ديه أما ما هي ضدك حوله هذا ولالوش لقاته أما بعض لقاته أما ما هي أرمها مسلمين تحق درر لقو تولي أو لقو قبصده كل ذلك وحا بنان بيروح يقول لجهره وفسقي حمانه إن لقو الشيغة وصيحة ما هو الشيغة بنان لكن حلقة وحمانته يقول ليمت أيا لقو قبصنا يا وحي كلي أقرصون لو كد بمايو اللهم إن السبب كلي تكتمو إياه هل كان مركب محاك عد وحاك عد ورك طهية وحقصنا ومد الدين هذا أنقصنا وأخلاق هذا أنقصنا وقال أنشقينا وحبربرنا هذا لا مع ذلك هي أن الشيقين وهي أن التابني وحقي لك عيارة عيارته يا هذا تربطينا لو تابني ومد الدين هذا أخلاق هذا يقول نبت قيلي بناك مر مركة بناك مرته waxay moodantahay marka in lagu nasiixiyo hadii ceebahaaga khaaska iyo khaladaadkaaga khaaska si hoose in lagu sheego oo lagu yiraahdo si qarsoon walaalow sidan ka daa ilaahay ka baq laakiin haddii barnaanka u soo baxdo waa diintanada iyo umada akhlaaqdeeda iyo xumaan inaad ka shaqeysay iyo barnaanka soo dhigato social media isa soo dhigto hada wax weey marka adaa ka waanka isa saaray ya yaad eedi لو جربنا الروح أما سيم وقتها لوجو نصيحي أما سيقرصون هلوجو نصيحي استجوح المدنية هذه خلاص لوش هاي أو خلاص كيس اللوجو نصيحي إنه كمر مرصود بقى محا كور لا يجوش هاي وراح كمر مرصود إنه خلاص ده إسا صح كم كور كوش هاي ورك هاجا بنان كده جاي حدا هاي حتى إنه واسك وجوش هاي خلاص كيس قاس كله لكن لو جربا هذه جو حلقة ربا waad khaldan tahay isa sax ha ku marmar soolin maxaa la yeebey arinkaasi markay in la fahmo qodobka kale la doonay in la fahmo wax weey laba arimood aynu kala fahanno arin wax weey ruux muslim ah oo si ahantiisa u khaldamay khald kun isaga ku egiya arinna wax weey waa duulaan gaala ka dambeyso oo dad islaanimo sheeganaya ay fulinayaan oo umada diinteedii akhlaaqdeedii ku wajahan halka hadda soo istaagdo ma loo ceeb asturo miskiin baa tahay miskiin oo waxba la socon imaata arrinkaas oo kale uma baahna wax la yiraahdo waxay u baahan tahay jahid al kufara wal munafiqina maxaa ka dambeeya waqlud alayhim bay u baahan tahay waqlud alayhim waa dagaal ما مسلم عادي يسقاد يسقى خلطه من بقى مسلد هو مسلد قال يسرع يلولتن يفساد صعدوه ما يقصد كمر قدرت كفي صوت راد الروح مسلم خلطه من محل لوش هيك شيء يعني ما الوعي كاجا هو سي أما فهم كاجا هو سي وين فهمنه قاب كأدقالك وصعدوه وحن لين هاي وراني مركل كوع لين يا رجع يضم أربعة روحي دون يا إنه النبض قالوا دين ته النبض قليه وما دخلاق ذي النبض قليه هذا النبات كلي ويدان أما ملحوينا هذا أما وسيرة هذا أما علماء هذا أما أقويهن هذا واحد مدن تيم بأمريكا ليدن مرينا كتلا قال إن شاء الله ليدن قام مسلمي والله أعلم ما كودي بنايت فهم كأريه بدن اللغة الإنجليزية ما عرقتي إن آخر سكاجا عقبات أيهور تاجن تهي ما عميل سيارة تاسي وحلسو أديك أقول مال وحد كهري ساب برنامج كأريه مانتا word of the day كاسي والمعلوم البكو برنايسو إري عصوب أو معنيه سا يا ذيك سجي سوا لغوش رحيو بالوالبا دمات كيدا قل امتحانك بيشا إري دي عاد براتي أو كوكو ريسو أبال مرين قاليا إري غمانتا وفرصة دا كوبعينتا كايد كإري دي عادة لغة إنجريسيغا سيادو استعماشو قر إري غويد وندير بغول يكنتون